إسراء وأحلام وإيناس، تلت بنات من كفر الشيخ، قرروا يصنعوا منتجات من مخلفات الأسماك. أول حاجة أنا شاطر بيها بسيطة جداً، بابا وماما ناس بساط، بابايا مدرس ومامتي ست بيت. واجهتني مشاكل كتير بسبب إن هما ما كانش بيدعموا إن تعليم البنت، كان مجتمع تحفظي شوية. عملنا المشروع ده بسبب إن إحنا عملنا زيارات كتير لمزارع سمكية ومصانع، فوجدنا إن هما بيرموا النفايات بتاعة الأسماك. فهنا استخدمنا نفايات الأسماك وطلع منها 5 مواد خام: كولاجين وجيلاتين وكايتين واكتوزان، وكمان استخدمنا جلد الأسماك. عملتوها خلاص المنتجات دي؟ نفذنا المنتجات كلها. تتباع؟ الدنيا بشكل بسيط جدا، اللي هو طالبه مثلا عندنا في الكليه. اخدتوا ترخيص من وزاره الصحه؟ ماشيين في الاجراءات لسه. مين ممكن يبقى الناس اللي هتشتري المواد دي؟ عندنا الشركات الفارما وشركات الكوزماتيك وشركات التجميل. تتكلموا مع حد منهم؟ وصلنا مع شركات. وايه اللي بيحصل؟ يعني ايه المستنيين بس ناخد التصريح ونبدا انا حاسس ان انت لو وزاره الصحه ما ادتلكيش تصريح المشروع ده كله هيواجه تحدي كبير جدا. المره الجايه ان شاء الله قدرتي ان انت تكوني جايه ومعاكي تصريح وزاره الصحه، حاسس ان هو ده هيبقى يعني هيعديكي لمرحله تانية، هبقى اديكي فرصه تانية. انا مهتم جدا مش بالمواد اللي انا اسف مش بالمنتجات اللي انتوا بتعملوها في الاخر، بالعكس انا شايف ان انتوا المفروض لو هتعملوا يبقى تعملوا مواد خام وبتبداوا توردوا للشركات، ما تبيعوش للجمهور. بس حابب اشوف جدا وحابب ادعم المشروع ده، فاديكوا فرصه. انا هديكوا فرصه برضو عشان حابب اسمع اكتر. انا برضو هديكوا فرصه. انا شايف ان في فرصه تصديريه كبيره جدا للمنتج ده لو قدرنا نصنعه بشكل كويس، وانتم مش اول شركه في مصر تعمل كده، في كذا ستارت اب طلعت بتعمل حاجات شبه كده. مبروك، انتوا كده فرصه، وهتاخدوا الكارت من ساره وهنشوفكم في ال